مشاهدينا اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج بيت للكل هذا البرنامج اللي دائما بتتابعوه على شاشات التلفزيون المصري والعراقي والفلسطيني والاردني اليك شافكي مساء الخير يا ابراهيم فرصه ارحب بالزميل الجديد العزيز ابراهيم من الاردن وفرصه كمان ان احنا نتواصل كمان اكتر واكتر مع باقي زملائي اللي كمان وحشوني جدا لاني تغيبت يمكن حلقتين عن بيت للكل الحقيقه كان عندي كده يعني وعكه وكسر في الكتف وقصه كده عدت في اسبوعين بس الحمد لله انها عدت على خير لقاء اليوم حلقة مهمة أنا بسميها حلقة خاصة بالعزيمة والإيجابية والطاقة الحلوة والإصرار الحلقة متغيرة تماما في الشكل وفي المضمون هي مع ذوي الهمم زي ما بيقولوا الزملاء في باقي الدول ولكن في مصر إحنا كمان بنحط اسم حبيب لقلوبنا قادرون باختلاف هي حلقة اليوم بإذن الله أحمد بالتأكيد يا شافكي ومن خلال برنامجنا العربي بيت للكل نبحث عن أصحاب الهمم إحنا نتواجد بالعراق بحثنا عن كثير من الشخصيات دائما نقول هناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور هناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر زي ما حكوا زملائي شافكي وأحمد وإبراهيم اليوم قررنا نكسر حواجز الاستوديوهات وننطلق في رحلة خاصة لنكون في ضيافه الاشخاص المميزين والمبدعين اللي اثبتوا انهم قادرين على صناعه المستحيل واجتراح الابداع الاشخاص ذوي الهمم او الاشخاص من ذوي الاعاقه تعددت التسميات لكن النتيجه واحده الاشخاص اللي اكيد هم مش بحاجه لاي نظره تعاطف او ضعف منا هم بحاجه لكل نظره قوه وامل وفخر ليكونوا اشخاص منتجين وطبيعيين داخل مجتمعاتهم واكيد فعالين خليكم معنا اليوم في هاي الرحله من بلداننا العربيه العراق ومصر والاردن وفلسطين وبيت للكل اهلا وسهلا. نحن متواجدون الان في المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وهي المؤسسه الوطنيه الوحيده المعنيه بمتابعه الاشخاص ذوي الاعاقه في الاردن وايضا المناطه بالعديد من المهام ورسم والتخطيط الاستراتيجيات والتعاون ايضا مع المؤسسات الاخرى. نرحب بامين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، اهلا وسهلا دكتور. حياكم الله اهلا وسهلا فيك. يعني دكتور بدايه احنا نتحدث عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، ولكن نتحدث بالبدايه عن واقع الاعاقه في الاردن. واقع الاعاقه في الاردن يعني يدلل عليه مؤشرات عده، اذا اخذنا اولها واهمها وهو المؤشر الرقمي، فالاردن من الدول العربيه القليله التي اعتمدت عام 2015 في تعداد الاشخاص ذوي الاعاقه ما يسمى باسئله مجموعه واشنطن وهي اسئله تظهر حقيقه الاعاقه بمختلف انواعها. بناء على هذه الاسئله ووفقا لارقام دائره الاحصاءات العامه في ذلك العام وجدنا ان نسبه الاعاقه في الاردن للبالغين خمس سنوات فما فوق 11.2% من اجمالي عدد سكان المملكه، اذا نحن نتحدث عن قطاع عريض من الاشخاص ذوي الاعاقه ما انجز كثير لكن هناك حزمه من التحديات المتراكمه كانت على مدار عقود بعضها يتعلق بالتعليم وبعضها بالعمل وبعضها بالتقبل الاجتماعي للاشخاص ذوي الإعاقة بالحديث دكتور عن مشاركة الأردن عالميا نتحدث عن مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا في القمة العالمية للإعاقة حدثني أكثر عن هذه القمة وأبرز ما جاء مشاركة جلالة الملك في هذه القمة بالنسبة لنا كمؤسسة وكمجتمع أشخاص ذوي إعاقة له دلالة عظيمة جدا لأنه يعطي مؤشرا ويبعث برسالة في منتهى القوة بأن قضايا الإعاقة هي على اعلى سلم الاولويات الاراده السياسيه باعلى مستوياتها في الدوله ممثله بجلاله الملك داعمه بشكل مطلق لحقوق وقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه ما تناولته كلمه جلاله الملك في اعمال افتتاح المؤتمر كان غايه في الاهميه وله دلالات عظيمه لانه جلاله الملك تحدث عن ضروره الدمج، تحدث عن ما احرزناه من تقدم بالتشريعات وضروره تطبيقها، تحدث عن ضروره تضافر الجهود الدوليه لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، تحدث جلالته عن اثر ما تركته الجائحه من اثر على الجميع بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقه، كل هذه الدلالات والرسائل التي جاءت في كلمه جلاله الملك نعتقد بانها توجيه ملكي واضح صحيح. للداخل قبل الخارج بانه قضايا الاعاقه هي قضايا يجب ان تظل حاضره على اجنده اعمال كافه الجهات الحكوميه نعم دكتور اسمح لي ان نتابع معا تقرير عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه و So, as our world hopes to begin the long process of healing, and as we seek robust post COVID recovery, we must recognize that we cannot achieve true progress without fostering inclusive development that safeguards the rights of persons with disabilities. My country, Jordan, has always believed in this, and we are taking every opportunity to enhance inclusion. We recognize that we still have a long way to go. But gradual, steady progress has been made. As part of efforts to strengthen the safeguards for citizens' rights, Jordan legislated an ambitious new law in 2017 on the rights of persons with disabilities. The first anti-discrimination law in the region. مؤسسة وطنية تطلع من خلال 17 مديرية ووحدة فنية وإدارية في مركزها الرئيسي في مدينة عمان ومكاتب ارتباط موزعة على الشمال في محافظة إربد والجنوب في محافظة الكرك والوسط في منطقة المدينة الرياضية في عمان بتعزيز حقوق ومتابعة أوضاع ما يقارب مليوناً ومئتي ألف شخص من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ممارسة تشريعية نموذجية باعتراف المعنيين والخبراء والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لما يضمنه من تعاريف حقوقية شمولية للإعاقة والعنف وما اشتمل عليه من آليات لمناهضة التمييز ولما حدده من أدوار ومسؤوليات وترتيب للأولويات. الحق في التعليم الدامج وتنفيذ استراتيجيته العشرية التي تم إطلاقها مطلع عام 2020 واحدة من أهم الأولويات التي يعمل المجلس عليها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي الألماني جي آي والجهات الداعمة أنا مع تطبيق بنود الخطة العشرية للتعليم الدامج فحتى تكون رسالتنا التعليمية حقيقية ومؤثرة لازم تحوي بين طياتها على فكر دامج بيعترف بوجود الاختلاف وعلى عقليه دامجه بتعرف كيف تقبله وتحتويه رساله التعليم الدامج بسيطه وبقدر الخصها باربع كلمات تمكين المختلف وتعزيز المتمكن ولأن الدمج بمفهومه الشامل أسلوب حياة ومنهجية تخطيط، فقد قام المجلس فور صدور القانون الجديد بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة لوموس البريطانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالعمل على تحويل منظومة الخدمات الإيوائية إلى منظومة أسرية حاضنة من خلال استراتيجية وطنية عشرية وخطة تنفيذية مرنة. طفل بحضن أمه أفضل من أي مركز تودي عليه أحسن إيش الطفل لازم يكون بحضن أمه ببيته بين أهله بين أخوانه التهيئة البيئية مجال العمل فيه لا ينتهي لذلك ومنذ إطلاق استراتيجية إمكانية الوصول العشرية وخطتها التنفيذية عام 2019 بالشراكة مع أمانة عمان ووزارات الأشغال والسياحة والنقل والبلديات وسلطتي إقليم العقبة والبتراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجلس يتابع فنيا وميدانيا تنفيذ عدد من المشاريع الوطنيه الكبرى لضمان تهيئتها للاشخاص ذوي الاعاقه مثل مشروع الباص السريع ومشروع الحي النموذجي في جبل الحسين ومشروع المنطقه النموذجيه في شارع شفيق رشيدات الجامعه في مدينه اربد وبعض المناطق السياحيه مثل جبل القلعه وتنفيذ مئات الزيارات التقييميه لمؤسسات القطاعين العام والخاص امكانيه الوصول بالنسبه لنا يعني التنقل بحريه واستقلاليه وامكانيه الوصول بتوفر بمشروع الباص السريع خطوه بالاتجاه الصحيح يا يعني ريت كل الاماكن تكون مهيئه هيك وايمانا بدور منظمات المجتمع المدني في احداث التغيير المنشود فان المجلس يقوم بتقديم الدعم الفني والمالي لعدد من المشاريع النوعية في مجالات العمل والتشغيل والتعليم والتأهيل وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول. تحقيقًا لرؤى جلالة سيدنا وبدعم من سمو الأمير مرعد، وقّع معهد العناية بصحة الأسرة ثلاثة مشاريع للشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق بتوفير خدمات التأهيل من منظور حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في ستة مراكز شمال ووسط وجنوب المملكة وأيضا خدمات التشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس والمعهد إن تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني جائزة فرانكلين ديلانو روزفلت الدولية الخاصة بالإعاقة عام 2005 والممارسات التشريعية والمؤسسية التي يقدمها المجلس مكنته من اكتساب ثقة الجهات الداعمة والمانحة. GIZ on behalf of the German Federal Ministry recognizes HCD's instrumental role for achieving policy change, especially when safeguarding the educational rights of children with disabilities. Given the pioneering role the HCD has within disability inclusion, GAZ is collaborating with the HCD on the implementation of the National 10 Year Strategy for Inclusive Education and on setting up effective tools to monitor the strategy and its action plan. We would like to thank the HCD for their commitment and efforts put towards making sure that the foundations of an inclusive education system are strengthened and that no one is left behind. <laughs> ونفسي كل لاعب كرة قدم بس اكبر دكتور هل لدينا استراتيجية معينة يتم اتباعها للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة وخصوصا انك ذكرت هناك العديد من التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة؟ بالتاكيد قضايا الاعاقه بتعرف استاذ ابراهيم اصلا كانت مشكلتها بانها قضايا لم تكن يتم تناولها من خلال استراتيجيات يعني كانت مبادرات فرديه احيانا مؤسسيه العمل فيها يتم بشكل عشوائي، البعض يعتقد في عالمنا العربي انك حينما تتحدث عن الاستراتيجيات فانت تتحدث عن عموميات غير قابله للتطبيق، المشكله في الاعاقه العكس لا. انه عمر قضايا الاعاقه ما كانت مضمنة باستراتيجية واضحة وبمؤشرات وأهداف يجب تحقيقها وقياس مدى تحققها الأردن الآن لديه سياسة وطنية تم تبنيها من خلال مجلس الوزراء عام 2019 لمدة عشر سنوات اسمها السياسة الوطنية للإعاقة تتناول كافة محاور الحقوق والقضايا الخاصة بالإعاقة وترسم المسؤولية والجهات الشريكة لكل محور وتسمي كل جهه باسمها. من خلال حديثك دكتور ذكرت واشرت ان هناك العديد من التحديات كان منها التعليم والتقبل الاجتماعي وغيرها، هل هناك يعني على ارض الواقع وايضا بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنيه بالاشخاص ذوي الاعاقه، هل هناك اي استراتيجيات تطبق على ارض الواقع بخطوات ايجابيه؟ في الواقع لكي اكون منصف جميع الجهات الشريكه نجد بأن هناك في تعاون هناك في رغبة بتحقيق شيء على الأرض التحدي الذي نواجهه وهو تحدي يكاد يكون مشترك بين معظم الجهات هو كيفية النظرة لقضية الإعاقة إذا كانت الجهة تنظر إلى الإعاقة بأنه والله هو مسؤولية مجتمعية أو عمل خيري هذا بالنسبة لنا يشكل تحدي وعائق لأنه نحن نريد التعامل مع قضايا الإعاقة بوصفها قضية حقوقية فيها التزامات واجبة على كل جهة أن تنفذها فما نحاول فعله أولاً نحاول تغيير النظرة للإعاقة من قضية خيرية قضية مسؤولية اجتماعية أو مجتمعية إلى قضية تنموية وحقوقية مثلها مثل باقي القضايا الأخرى الأمر الآخر ما نحاول فعله أيضاً مع الجهات وهو أيضاً تحدي لكن يتم التغلب عليه أن تكون كل الخدمات البرامج الاستراتيجيات اللي بتصدرها الوزارات كل وزارة في مجالها شامل يعني أنت إذا بتصدر استراتيجية لوزارة العدل أو وزارة التعليم أو 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 هذه الاستراتيجية ضمن بنودها يجب أن يكون هناك في بنود ومبالغ مخصصة لجعل ما يقدم أو ما تقدم الوزارة من خدمات مهيّا ممكن صحيح. الوصول للاشخاص ذوي الاعاقه كل الشكر على كل المعلومات التي قدمتها خلال هذه المقابله شكرا جزيلا يعطيكم العافيه يعني ننتقل الان لمتابعه تقرير من العقبه مع الزميل معن ابو دلو وقصه رصدها من مركز سيده السلام في العقبه نتابع معنا لتحقيق التوعية والعمل لاجل الاشخاص ذوي الاعاقة واذابة الفوارق الاجتماعية، جاءت خدمات مركز سيدة السلام لتوفير العيش الكريم والعناية والعلاج والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة. افتتحنا مشغل الجهد المميز للصابون اللي دمجنا فيه 18 شخص من ذوي الاعاقات المختلفة. دربناهم على صناعة المنظفات والصابون الصلب والسائل وجعلناهم عناصر منتجين بالمجتمع المحلي مركز سيد السلام الأشخاص ذوي الإعاقة بقدم خدماته بشكل مجاني الفرع الرئيسي في عمان الخدمات الموجودة بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من النشاطات التي تقام بشكل منهجي للمهارات الإدراكية والاستقلاليه الحياتيه والمهارات المتنوعه لمختلف الاعمار دمج اطفال من متلازمه داون في العمليه التعليميه والتدريبيه هسا الاطفال متلازمه داون معروف يعني انه مش كتير بنقبلوا في المدارس الحكوميه فاحنا هيئنا لهم الصف بحيث انهم يكونوا في بيئه امنه وبنفس الوقت يتعلموا حسب القدرات تبعتهم ومما يميز مركز سيده السلام هو التشغيل المباشر لذوي الاعاقه من خلال انشاء مشغل انتاجي لتسويق وبيع اصناف وبضائع مختلفه تهدف الى دعم وتوظيف ابناء المركز منذ بدايه اكتشاف الاعاقه في الشهور الاولى وحتى سن الرابعه عشره للاطفال يتم استقبالهم في مركز سيده السلام من اجل تقديم العلاج المناسب لهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل. معا ابو دلو لبرنامج بيت للكل العقبه. الخاصه من بيت للكل نحن نتكلم عن القادرون باختلاف او ذوي الهمم والحقيقه واحنا بنتكلم من مصر لازم نعود بالذاكره لسنوات طويله سنوات قفزت فيها مصر قفزات كثيره جدا مشروعات بنيه تحتيه مشروعات عملاقه طرق كم القفز في الريف المصري بان احنا بنقدم المسانده والمساعده لاهالينا في حياه كريمه لكن من اهم الحاجات كمان هو بنى الإنسان وإنك تساعد الإنسان خاصة لو كانوا قادرون باختلاف أو ذوي الهمم لقائي الآن مع دكتورة أمل مبدة رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية مساء الخير الفل أنا دايماً ببقى سعيدة لما بقابلك أنا ليا الشرف فوجودك النهاردة كمان أنا عارفة أنت بتبذلي مجهود قد إيه فخلينا كده مش عارفة أبدأ منين يعني خليني نبدأ بالجديد وبعدين نرجع للتاريخ <applause> الجديد احنا اه الحمد لله انا من كام يعني قريب حصلت على عضويه اللجنه الاولمبيه فخوره قوي بال لانه قدرون باختلاف خلتني اشتغل مع جميع اه الاشخاص ذوي الاعاقه مش بس الذهني فكنت دايما اه علاقتي بتنتهي بعد قدرون باختلاف وارجع بقى اشوفهم تاني واحنا بنحضر فوجودي في اللجنه الاولمبيه لا انا بقى طول الوقت مع ذوي ال الاعاقات ال ال المختلفه ده نمره واحد آه لسه احنا بنحضر لبطولات آه السنة كلها ان شاء الله بنعمل اجندة حلوة قوي لقدرون اربعة آه اللي فخامة الرئيس ادى النور الاخضر انه السنة دي تبقى اقليمي مم. وممكن نعملها دولي بس انا عشان آه يعني بفكر ان هي تبقى اقليمي الاول ونبتدي بالعراق والاردن وفلسطين آه وبعدين <applause> احنا بقى احنا بيت للكل كده معاكم رسمي <applause> بالظبط ونبتدي بقى بعد كده آه نكمل ان شاء الله يمكن السنه الجايه نقدر نعملها دولي دكتوره امل خليني اسالك الالعاب البارالمبيه بنبقى مبهورين بالشباب اولا بيحققوا كمان ميداليات اكتر حتى من الاسوياء يعني عندهم من القدره والصمود طول الوقت التاهيل بيحصل ازاي يعني بتاخدوا وقت قد ايه المعسكرات ال... بصي التاهيل بيبقى في الانديه او في الهيئات او مراكز الشباب احنا دورنا كاتحاد او لجنه بارالمبيه ان احنا بنختار نتيجه البطولات اللي بنعملها جمهوريه او كده بنختار منتخب زي م. اي منتخب لغير المعاقين فدول اللي احنا بقى بنستثمر فيهم بيعملوهم معسكرات بس دايما القادرون باختلاف هتلاقيهم زي ما حضرتك قلتي بيحققوا نتائج ونتائج مبهره هم شايفين ان ده مجال يقدروا يقولوا احنا موجودين فيه. آه آه ربنا دايما مدي لكل حد فينا قدرات مختلفه. حضرتك آه متميزه كاعلاميه. هو متميز ربنا اداله قدرته وموهبته في الرياضه مم. في جسمه في استخدامها حتى لو هو على كرسي. آه فلما ف آه انت النهارده تلاقي بطل من دول لازم تنوري عليه ولازم ابتدي اهتم بيه. فالحمد لله احنا آه آه مع اللجنه البوليمبية اتمنى انه عندنا 20 24 باريس وعندنا مع الاتحاد الاعاقه الذهنيه 20 23 هي بالصدفه باريس برضو اتمنى ان احنا نجيب ميداليات اكتر لمصر عن السنين اللي فاتت يا رب ان شاء الله, إن شاء الله. طيب انا عايزه انتقل لصف الـ الـ الشباب دول والاطفال والابناء دول الكام سنه اللي فاتوا دول في كده قفزات حصلت والمجتمع نفسه اه اه انتبه وبدا يشعر بوجودهم اكتر ويتفاعل اكتر هل توصل لهم جدا مم. جدا أه بس حضرتك بتقولي قفزات وهي انا عجباني قوي الكلمه أه وصلهم جدا أه لو اقول لحضرتك ان انا اهالي مثقفين على درجه عاليه من أه المستوى الاجتماعي والمادي أه انا كنت بتكسف اخرج مع بنتي كنت بتكسف اخرج مع ابني انا دلوقتي بخرج معاه وبلاقي الناس توقفه في المول او في الشارع او كده تقول ايه ده خلي بالك مثلا كمان الداون سيندروم شبه بعض ممكن ما يبقاش حد من الشارع بتقول له مش انت اللي كنت ويقفوا ويتصوروا معاهم انتي متخيلة أيوة بقوا نجوم بقوا ده حقيقي مم. تقلبي اي قناه هتلاقيهم موجودين مسرحيات في الافلام حتى الصوره الذهنيه اللي كنا بنطلعهم بيها زمان في الافلام اختلفت مم. فلا قفزات الاهالي حاسين ان الدنيا بتتغير معاهم وانه بيتم تحيتهم اخر مره السنه دي فخامه الرئيس بعد السلام الجمهوري ده ما بيحصلش فخامه الرئيس بينصرف لا هو وقف معاهم والحقيقه قال لهم كلمه قال لهم انتوا صعبانة. يعني حاجه انتوا تعبانين كل التعب ده ايه المشكله اما اخد اديكوا 10 دقائق يعني شايفين ده كتير <تصفيق> <تصفيق> انا فهو دايما مقدرهم دايما مطبطب عليهم فالعنايه والرعايه والاهتمام جايه من راس الدوله ايوه فلا طبعا, طبعا هي فرقه في المجتمع كيزا. وفرقه مع الناس طيب انا عايزه اروح للدراما يعني الدراما كمان دايما بتقدر توصل حاجات كتير قوي للناس برضو في الكام سنة دول بدأنا نشوفهم بيعملوا أدوار ويبقوا موجودين ويبقوا جوه المجتمع هل شايفة أن ده حل من الحلول كمان أن احنا يعني نتقدم أكتر ونقرب لمشكلاتهم أكتر بالظبط دايما الشعب المصري ويمكن هو ده كان فكره قادرون باختلاف م. انا النهارده لو دعيت مصر كلها عشان يجوا يتفرجوا على الرياضة ما حدش بيجي صحيح. لكن قادرون باختلاف لما دخل الفن مع الرياضه مع, الرياضة مع الابطال مع كده ابتدت الناس تبص لهم بشكل ثاني ف ان احنا نعرض المشاكل اللي هم بيتعرضوا لها من خلال فيلم او سينما او مسلسل أو كده اكيد ده بيأثر في وجداننا جدا احنا شعب متذوق للفن بدرجه عاليه جدا الحاجه الثانيه انا السنه دي مثلا في فيلم نازل احمد عز اسمه انا واخويا اخوه داون سندروم حد من ولادي مظبوط مظبوط واتعمل له تيست زيه لي اربعه خمسه واتعمل لهم كلهم تيست والامهات حتى اللي لما تمش اختيار ولاده كانوا فرحانين قوي ان هم حد من اخواتهم هيضحك اللي هو ممثل كانه ممثل عنهم بالظبط هم موجودين دلوقتي المسرحيه اللي اتعملت برعايه وزاره التضامن الكنز اللي عملها الفنان اشرف عبد الباقي وجودهم فهم دلوقتي لا حاسين ان ليهم دور حاسين انه لا فالفن وسيله سريعه ورائعه وعن و... و... طريقها تقدري تعرضي كل حاجه بشياكه وبرقي مهما فضلنا نقول في محاضرات و... وكده مش زي ما اشوف عشان كده احنا كلنا هتلاقينا في وجدانك وكده انت متاثره صحيح. بشخصيات فضل زي ما انا كده قلت لك مثلا رفيع بي صحيح طبعا رفيع بي ده لا ينسى اصلا بالظبط كده طيب عايزه ارجع معاكي واقول كل مؤتمر بيبقى له توصيات ولكن التوصيات دي بتبقى مهمه يعني حاجه زي قدرون باختلاف او اي حاجه بتقدموها بتبقى بتشتغلوا عليها طول الوقت قولي لي ايه الحاجات اللي هنبدا نشوفها هتبقى متغيره بالنسبه لنا آه لا هي حاجات كتير خدناها زي ماده احترام الاخر آه اللي ابتدت من ثالثه ابتدائي اتمنى ان الماده تبتدي من الحضانه مم. احنا عارفين كلنا ان ان الطفل بيتكون عمره في خمس سنين الاولانيين صحيح فانا لو من وهو في حضانه ده كان الشاب أقوله... الجميل اللي كان ضد التنمر بالظبط كان كده. قدام سياده الرئيس صح. وقال لازم تبقى موجوده آه. يعني. اتمنى بقى انها تبتدي من الحضانه لأنهم عملوها من ثالثه ابتدائي آه المساواه في الميداليات ما بين ذوي آه الاعاقه وغير ذوي الاعاقه آه آه قانون التنمر وتم تغليزه السنه دي واتحطت فيه ماده ل آه الاشخاص ذوي الاعاقه لسه طلباتنا كتير هي المساواه ماديه ولا معنويه في يعني في الميداليات اه ماديه ماديه لأنه لان فلزر. الاول كان ال هو يجيب ميداليه اولمبيه ده ياخد مثلا مكافاه رقم إكس. اه والتاني ياخد اكس اه فدي من ضمن الحاجات اللي برضو بيشتغل ات... عليها اتعملت خلاص اه اتعملت دي برضو مهمه جدا اه اتعملت وكان دايما برضو احساس لما انا رحت واتمرنت ولعبت وخدت ميداليه اولمبيه ورفعت علم بلدي اه ايه الفرق؟ لا و... 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 وانا اللي انا بتحدى الزمن وبتحدى الاعاقه يعني آه. فايه الفرق؟ ف... فدي من الحاجات لا الحمد لله اللي اتعملت لا طبعا المتحف المصري دلوقتي او كل المتاحف في مصر في ازاي الكفيف في يقرا الكود الاتاحه متطبق في حاجات كتير بس لسه عايزين كتير كلميني عن الولاد والمدارس لانه okay. كان في فتره كان في فكرة الدمج وفكرة اللي مفيش الدمج ومدارس تعترض ومدارس توافق أعتقد إن إحنا برضو عدينا حاجة كويسة جدا في المدارس بصي برضو هقولك إنه بيعتمد على الشخص هل الشخص اللي بيحكم المدرسة دي أو, أو, أو موجود فيها أو الناظر أو واتفا عنده الرؤية دي ولا لا للأسف لسه في ولاد كتيرة بيكلموني ما تقبلوش وفي ولاد بيتقبلوا طب هل الدمج بيتم تطبيقه حقيقي إمتى هيبقى حقيقي لما ابتدي من الحضانه مم. لما ابتدي في الحضانات الاقي ان انا ابني قاعد جنبه حد داون سندروم والاقي إيه اوتيزم والاقي انه متقبل لان انا لو ابتديت معاه من, من ده الموضوع هيختلف طيب بما انك اسمع ليا انا هاخدك اروح <applause> لمحافظاتنا في الريف أوكي. مصر عندها مشروع عظيم والمشروع بدا حياه كريمه في الحياه الكريمه في اطفال ذوي همم <applause> مقدرون باختلاف صح. وممكن يكون صوتهم ما بيوصلش للمحافظات الكبيره ولا بيوصل للاتحاد الرياضي ولا بيوصل للشاشات هل هيبقى في رحله بحث عن الولاد دول؟ ان شاء الله احنا بادين الخطه كنا بنعتمدها امبارح كمجلس اداره هيبقى موجودين في جميع محافظات مصر وده اللي انا وعدت بيه في احتفاليه قدرون السنه دي انه هنروح نشوف كل قريه اللي نقدر عليها هنبتدي كمان من قرى حياه كريمه نطلع الولاد بالاشتراك مع وزاره الشباب والرياضه ناخد مركز شباب ندرب هندرب الاول المدربين ودي المشكله الرئيسيه المدرب اللي بيتعامل مع صح آه المدرب لازم هو متدرب اصلا بالظبط المدرس ودي المدرب المدرس المتطوع الم... اي حد بيت... الدكتور احنا محتاجين كل حد بيتعامل معاهم يبقى عنده كيفيه التعامل معاهم وده مهم قوي مصر دايما يعني بتقدم كده مناره وبتقدم استناره في آه و... نفس وعايز حد قال لي قريب قال لي انا عندي ولاد في الصعيد بيجيبوا ارقام يعني احنا ارقامنا كاتحاد دولي بتنزل على الويب سايت فقال لي الارقام اللي الولاد في سيد اللي ما تدربوش ارقامهم اكتر من اللي بيتدربوا من اللي بيتدربوا فبالتالي يعني على ممكن رقم عالمي مش رقم نشوف وقت. اولاد ونشوف قدرهم باختلاف فعلا ويعملوا فعلا شيء مبهر يعني انا اتوقع إن شاء الله. ده جدا يعني إن شاء الله. اخر سؤال الدستور المصري مدي 5% لل يعني ذوي الاعاقه او قدرون باختلاف عشان يبقى موجود في المجتمع في كل المؤسسات والوزارات هل ده بقى متحقق بالنسبه له يعني هو النهارده رياضي وطفل وشاب بس يبقى عارف ان هو هيشتغل في مجتمعه والقانون بيحميه والدستور هل ده وصل لهم وبدا ترجمته؟ اه بعد قادرون باختلاف السنه دي اول مره عارفه الاخبار اللي بتنزل بيسموه شريط الاخبار اه طبعا تلاقي في محافظه كذا تم تعيين القوى العامله اعلنت تم تعيين 300 كذا و50 من من القادرون باختلاف انا ببقى قاعده اللي هو يا نهار ابيض ايه الجمال ده يعني طبعا. ان هم كمان بقوا مذكورين وبقى بيتقال كده داير المهم بقى هل بيشتغلوا مم. هل بيشتغلوا شغل حقيقي موكل اليهم شغل حقيقي ولا انا بس جايبه عشان ابقى اسمي هو ده اللي اتمنى انه يبقى موجود بقى اللي هو آه انه إن هو يبقى موجود بوظيفه حقيقيه بالظبط هو بالزبط. ده مهم قوي وخصوصا يعني حضرتك شفتي قدراتهم بتبقى عامله طبعًا إزاي؟ في تدريب قصير قوي قبل حفله طبعًا. فده معناه النهارده لما انا اجي ادربه على وظيفه اكيد هينتج فيها اتمنى انه زي ما بنلاقي النهارده 300 كذا و40 لا انا اتمنى بقى 300 و300 مش 5% ايوه بالظبط احنا مهم ال 5% بس كل واحد قادر انه ما هي خدي بالك هي النسبه لان انت مش المجتمع كله كده بس احنا هي نسبه اه كتير بس هي برضو نسبه بس احنا 15 آه. يعني لو لو قلنا 100 مليون الاحصائيات بتقول من 12 ل 15 ف 5 تمام بس يا رب تكمل الخمسه وتكمل بشغل بوظيفه آه حقيقيه وطول ما احنا مع الريس اه انا عارفه ان احنا هنوصل ل 25 <تصفيق> اكيد ان <applause> المجتمع <تصفيق> هيفضل دايما يتحسن بمجهود ولاده ومجهود انت بتبذليه طول الوقت والاهالي من والاهالي <applause> الاهالي دول تحيه خاصه خلينا نحيي كل الاهالي في مصر والاردن والعراق وفلسطين وبلادنا العربيه اللي بيبذلوا مجهود <applause> حقيقي هم الابطال الحقيقيين دايما دايما الاهالي هي اللي صدقت في ده ما سمعتش كلام المجتمع ما تاثرتش بيه اه ما قفلتش عليه الباب وبقى هو عائق ليهم ولي وليه يعني فتحول فتح... بقى النهارده لنجم بطل عالم بطل رياضي موجود في كل حته فهي الحقيقه هم دايما الابطال الحقيقي احنا بنكمل بس المشوار اللي وراه اكيد دكتوره امل مبدعه رئيس الجهاز الرياضي وطبعا الاتحاد الرياضي للاعاقات الذهنيه انا بتصور منك ان شاء الله في انتظار ان احنا نشوف قفزه جديده وتكونى بتلفى فيها المحافظات مع حياه كريمه وتبهرونا دايما كل التوفيق وارجو ان انت يعني ترسلي كل يعني سلامنا وحبنا وطاقتنا الايجابيه اللي بناخدها لقدرون باختلاف بكل دولنا العربيه وكل زملائي في بيتنا. انك معانا في قدرون اربعه انا معاكم اتمنى واتشرف جدا. ده شرف لينا. اه وانا لو هم بيشوفوني في مصر وفي كل بلد مع امل دكتور امل مبادئ انا بسلم عليهم من قلبي <applause> طول الوقت. بشكرك شكرا, شكرا, جزيلا حلقة. نورتينا في بيت للكل وتعالوا الان فاصل ثم نور واصل معكم حلقه الليله من بيت للكل ضيفنا من طراز اخر حقق الانجازات على الاصعده الرياضيه بالنسبه للعراق وكان مشارك بمحافل عربية ومشاركات مهمة ضيفنا رئيس اتحاد كرة القدم لإقصار القامة للصالات الكابتن حسين جليل ضيف عزيز في بيت للكل منورنا ومساء الخير عليك كابتن مساء الخير أهلا وسهلا أتشرف بخالد الاستضافة أستاذ أحمد شكرا لك وصباح ومساء الخير على جميع البلدان العربية نورتنا حقيقة نتحدث دائما عن أصحاب الهمم دائما نقول ما نطلق يعني مصطلح الإعاقة لأن دائما الإعاقات هي إعاقات فكرية كثير أجسادهم سليمة كامل لكن لم يحققوا شيء بالنسبه لذواتهم يعني مو بالنسبه لبلد بالكامل لكن حسين جليل حققت الكثير بالنسبه للعراق حدثنا عن ومضات صغيره عن انجازاتك بالنسبه لكره الصالات للعراق طبعا بالبدايه انا اشكرك على هذا التقديم اللطيف استاذ احمد لكن انا ما اعتبر نفسي قدمت شيء كبير بالعكس نبقى مدينين لهذا الوطن يعني هذا الوطن اللي احتضننا منذ نعومه اظفارنا والى اجيال سابقه لاحقه ان شاء الله والاجيال السابقه فقد ما نقدم احنا نعتبر هذا الشيء قليل في حق الوطن يعني آه صراحة اتحاد كره القدم لقصار القامه شلون جت الفكره شلون بديت تفكر بتاسيس هذا الاتحاد وتاسيس فريق للصالات خاص منت بقصار منتخب القامه منتخب طبعا جتني الفكره بعد مم. 2018 شاهدنا الفريق المغربي المنتخب المغربي الشقيق هو السباق في المنطقه العربيه طبعا مم. في كوبا امريكا عام 2018 استضافوا استضافه من البلدان العربيه كان ضيف شرف هو المنتخب المغربي وابلى بلاء حسن يعني الصراحه بعد مشاركه المنتخب المغربي صار حافز للبلدان العربيه ان تاسس منتخبات لقصار القامه حسب القانون الدولي النافذ وحسب يعني مواصفات واليه وضوابط الاتحاد الدولي يعني بعد المغرب مصر الأردن العراق ومن ثم سوريا فلسطين أنشأوا فرق أصبحت الآن السودان على الخطى تونس إن شاء الله جزائر بعدها حتى يندمج هذه الفئة في المجتمع الرياضي آه خطوات كبيرة نتحدث عن البارا أولمبي هذه الألعاب الفردية أنتم طبعاً بعيدين عنها لكن دائماً قلت هناك يمكن كنا نتحدث قبل اللقاء قلت اكو حلم بان ان شاء الله ندمج من خلال يعني هذا النظام اللي يكون هو اسيوي او او, أو, أو دولي قاري. دولي هو دولي, دولي. طبعا اكيد م -م. البارالمبيك الدوليه طبعا عندها ضوابط اكيد م -م. وهذا الضوابط نافذه على كل القارات م -م. يعني عندهم فقط الالعاب الفرديه الفردي. اللي هي فئه 40 41 لقصار القامه انا اتكلم عن قصار القامه يعني والا باقي الاصناف ذوي الاعاقه كلهم مم. عندهم العاب فرديه وجماعيه مم. فقط قصار القامه عندهم العاب فرديه هنا لقينا اكو مساحه مم. يعني في اخواننا في المغاربه أه. اخواننا المصريين الاردنيين السوريين يعني احنا في العراق لقينا مساحه وحلقه مفقوده مم. هي قص... كره القدم جماعيه العاب جماعيه لقصار القامه طبعا اللعبه الشعبيه الاولى بالعالم هي كره القدم اشتغلنا على كره اهم المشاركات القادم. اللي شاركتها عربيا والله البطوله العربيه في في الاردن وفي مصر مؤخرا في مصر كانت في شرم الشيخ في مصر نعم كانت في شرم عرب. الشيخ ومشكوره جمهوريه مصر العربيه لتنظيمها هذه البطوله وان شاء الله القادمه ستكون في بغداد ان شاء الله يعني بعد عمان وشرم الشيخ راح تكون في بغداد البطوله القادمه تكون في بغداد نتحدث عن اللي يتعرف على كابتن حسين عندك كثير من المواهب المختلفه، انت دبلوم فنون جميله نعم تختص بالمسرح والاخراج مخرج مسرحي مخرج مسرحي نعم رئيس اتحاد كره القدم لقصار القامه نعم تكتب شعر، اكيد هذه البيت اللي بكثير من المواهب طبعا تحياتنا لاخوك تحياتي جليل الشاعر الجميل حقيقه نعم. هذا البيت ولد كثير من الطاقات من من اللي مدك بهاي العزيمه والقوه بان تستمر في مجتمعات شرقيه ممكن تواجه تنمر في بعض الاحيان. طبعا اكيد هو الطريق ليس بمعبد اطلاقا يعني واجهنا كثير من الصعوبات التنمر، السخريه، الاستهزاء. طبعا في مجتمعاتنا الشرقيه للاسف يعني هذه النظره موجوده لكن انت لما تنجز راح تقول للاخر تقول انا موجود واني شأني من شأنك واقدر ابدع في اي مجال وما عندي اختلاف يعني طبعاً. ماكو اختلاف، الاختلاف فقط هي في وجهات النظر وعدم تقبل الاخر يعني <applause> هذا هذا طبعا كابتن حسين دائما نقف خجلا امام ما تقدموه للبلد حقيقه دائما نقول الاعاقات هي اعاقات فكريه وليس لها علاقه بالجسد انتم امكانيات كبيره قدمتوا للبلد ما قدمتوا كثير مثلنا اصحاء ما ممكن يقدمون للبلد ما حضرتك وكثير من الشباب العراقي لان احنا فخورين بكم حقيقه هذا البيت اللي ذكرناه يعني حيدر جليل اللي هو اخوك تحياتي الشاعر الجميل طبعا الترف احب اسمع من شيء انت ايضا عندك كتابات خاصه بك تكتب الشعر بس ما تطرح نفسك كشاعر لا طبعا موهبه اضافيه اكيد اكيد طبعا استاذ احمد تعقيبا على ما ذكرت حضرتك انه لا يوجد انسان معاق توجد بيئه هي اللي تعيق الانسان الله الانسان طبعا يعني بديهيا الله سبحانه وتعالى خلقه كامل والكمال لله يعني خلق بابهى واجمل صوره فكريا ذهنيا كيف ما يكون لكن اكو بيئه هي اللي تعيقك وتعيقك يا يعني, يا اقول على هذه الرساله المهمه اللي توجهها للكل بان الله يحفظك يعني نقول الحمد لله والشكر على كل شيء الحمد الله لله اكيد ان طال الانسان تعدوا نعم الله لن تحصوها ما شاء الله ايش شا راح تسمعني هسه؟ آه للوطن اكيد للوطن نعم ابو ذيه دارني ابو ذيه ابو ذيه نسمع آه تقول انا بسمره جنوب وسم وسماي أنا بسمرة جنوبي أنا بسمرة جنوبي انوسم وسماي احب غربه وهضابه وجبل واسماي انا الحر النجيب الشهم وسمائي. واسمي العراق آه. الماك بالدنيا الله 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 تكتب الشعر بس ما تطرح نفسك كشاعر طبعا اكيد يعني م -م. حتى م -م. فصيح الشعر الشعبي م -م. والفصيح انا يعني اخذت يعني خطوه من مسار الرياضه الرياضه م -م. شنو طموح شنو طموحك كابتن بالمستقبل والله هي طموحي ان ارى كل شعوب العالم مه. مو فقط يعني كل شعوب العالم والمعموره تعيش بسلام وامان وبعيدا عن الحروب وعن يعني الامور اللي تنغص حياه الشعوب مه. هذه يعني امنيه عامه امنيه خاصه انه يرجع العراق مثل ما كان وافضل مما كان وياخذ دوره في في الشرق الاوسط وفي الوطن العربي وان شاء الله, و و و إن شاء الله احنّا كفئة قصار قامة يكون لنا اتحاد دولي ويكون لنا اتحاد عربي رسمي إن شاء الله ونشوف جميع الشعوب بخير وسلام ونتمنى إنه ولا زالت بغداد حاضنة لجميع الشعوب العربية، نتمنى إن يشرفونا وهذا يعني شرف ما بعد شرف ان يكونون في بغداد طبعا احنا الاحلام اذا تتحقق رفع الحظر عن الملاعب أكيد. طبعا مبارك لكل جماهيرنا الرياضيه العراقيه لان راح نشاهد منتخباتنا الوطنيه نعم. تلعب على ارض العراق بجماهيرها وهذا العامل النفسي المهم ومساعد لمنتخباتنا الوطنيه حرمنا لسنوات طوال اكيد وهم نعرج على الانجازات البارالمبيه الان الاول على غرب اسيا نقول لهم مبروك وتهانينا لكل اتحادات اللجنه البارالمبيه لمختلف الاصناف تصور حصدنا 23 الاول على 10 دول, دول الاول دول العراق اي نعم 37 وسام وسام على صعيد اصحاب الهمم نعم يعني حقيقه نتابع انجازات اصحاب الهمم كبيره جدا نشعر نشعر بفخر كبير يعني ممكن ما عندنا هذه الانجازات صارت على صعيد المنتخبات الوطنيه لكن اصحاب الهمم قاعد يحصلون ويعني وي يجيبون الانجازات الكبيره العراق في كل الالعاب الفرديه تحياتنا لجراح وطبعا جراح الفريق اللي حصل واحمد وحصل المركز الاول والثاني والثالث طبعا كانت المنصه العراقية خالصه بامتياز مشاركه 10 دول تشوف الاول عراقي والثاني عراقي والثالث عراقي يعني شنو المعوقات اللي دائما تواجهكم كمنتخب الصالات كمنتخب الصالات طبعا اكيد هي القوانين التشريعات واضف الى ذلك انه الجهات السانده يعني للاسف احنا في العراق من تحصل انجاز او يلا تصير العين عليك يعني الاعلام يعني مشكورا بعض الشيء نقدر نقول 50% غطى الاعلام لكن مو بنسبه 100 حتى على انجازات البارا <applause> اولمبيه الاعلام تشوفه يعني بعيد, بعيد. عنها اي نعم <applause> الى ان يحصلوا الانجاز ما يواكب <applause> يعني تتصور بان اكو قصور اعلامي بالنسبه تسليط الضوء على اكيد مواكبه اعلاميه <applause> تكون للاحداث هي المشاركه بحد ذاتها لاصحاب الهمم هي هو هذا انجاز يعني يعتبر مو فقط انت حتى هي خلينا نقول رياضه البارا اولمبيه مو رياضه انجازيه هي ترويحيه ترفيهيه ادماجيه بالدرجه الاساس الهدف من عندها الادماج اكبر عدد ممكن واكبر قاعده ممكن تكون مندمجه بالمجتمع. انت حقيقه كابتن نموذج مشرف بالنسبه لاصحاب أهلا. الهمم بالعراق. شنو الرساله توجهها من خلال برنامج بيت للكل واحنا يعرض على اربع شاشات القناه المصريه والاردنيه والفلسطينيه والعراقيه، شنو رسالتك لكل شخص من اصحاب الهمم قاعد ببيته ومنعزل عن العالم الخارجي في العراق, والو في العراق العربي والوطن العربي في العراق والوطن العربي اقول له أه يعني انت عندك الامكانيه مه. وعندك الابداع لكن عليك ان تجد نفسك مه. جد نفسك حتى يراك مجتمعك وتراك اسرتك انت في داخلك ابداع وابداع خلاق لا تنزوي لا تنطوي مه. جربنا الانزواء والانطواء ما انطانا شيء ابدا كن فرد نافع بالمجتمع قدم إبداعك للناس أظهر شخصيتك الحقيقية في داخلك إنسان حقيقي في داخلك إنسان بطل يجب عليك أن تخطى الخطة الصحيحة بمساندة طبعا المجتمع والأسرة ادعموا ذوي الهمم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل أسرة إن كان في العراق أو في الوطن العربي أو في العالم أنا خلصت شكرا لك ونواركني شكرا لك عودة من بغداد الحبيبة لبرنامج بيت للكل انتم والزملاء والشاشه تحية لكم متابعينا عبر صوت فلسطين في هذا اللقاء الجديد من برنامج دولي عقا بصمة أمل مساء الخير أهلا وسهلا فيكم مشاهدي بيت للكل ضيفنا لليوم مصطفى الجوهري فقد البصر لكنه صنع لنفسه نورا خاصا بصوته جعله يترك بصمة مميزة في الإعلام الفلسطيني يسعد مساك مصطفى اسعد مساك اهلا وسهلا فيك في يعني برنامج فيه. بيت للكل برنامجنا العربي المشترك كل التحيات اليك وشكرا لاستضافتي في هذا البرنامج الرائع الذي تحدث عن اصحاب الهمم والاشخاص ذوي الاعاقه في فلسطين لما بتحدث عن معجزتك الخاصه انت شو بتحكي لنا عنها انا معجزتي الخاصه ان انا لن اشعر يوما ان انا عندي اعاقه ما شعرت للحظه ان انا بعاني من اعاقه هذا الإشي ساعدني أني أنا أستمر بحياتي وفي عملي وفي انطلاقتي في الحياة لأنه الإشي بيبدأ من الذات إذا أنا أقنعت ذاتي أني أنا يجب أن أستمر ويجب أن أعمل ويجب أن أبدع فأنا حينها سأستمر في عطائي في هذه الحياة الدافع الآخر كمان كان أنه أنا من أسرة فلسطينية لثلاث إخوة كفيفين واثنين إصابات انتفاضة هذا كمان واقع آخر فرض نفسه في انطلاقتي وتواصلي في مجتمعي في فلسطين قديش دعمتك اسرتك منذ البدايه مين كان الشخص اللي دائما ذكرك انه فيش حواجز وفيش حدود لانطلاقتك في الحياه يعني الاسره هي الانطلاق الاساسي الوالد والوالده والاهل وتوج هذا المشوار بعد ذلك في دعم الزوجي بعد طبعا الزواج واستمرت الحياه في دعم الاقارب طبعا بالتاكيد لي من اجل اني استمر في حياتي وفي إبداعي وطبعا في إطار العمل تعرف كيف يكون الدعم من المحيط لأنه يعني عبارة مهمة جدا أنه الإعاقة لا تلغي الطاقة وأنه المجتمع في حال وضع المعيقات فالإعاقة ليست الإعاقة الجسدية وإنما المجتمع يعيق الشخص في حال وضعت أمامه المعوقات على أرض الواقع نعم. اليوم لو بدك تحكي يعني لا أقرانك قديش بتحكي لهم عن موضوع التعليم وأنت خريج جامعة نعم. انا بالنسبه لي يعني بيحكوا بمجتمعنا انه العلم هو سلاح انا بحكي لدول الاعاقه العلم هو يعني بصراحه مصطلح جزء حكيت لك اياه قبل البرنامج هو مدفع فعلا يعني انه لدول الاعاقه هو اساس يجب ان يكون الاشخاص ذوي الاعاقه متعلمين حتى انهم يقدروا يستمروا ويشقوا طريقهم بهالحياه لانه الشخص ذوي الاعاقه بلا شهاده ما بيقدر ينجز ما بيقدر يتواصل لانه الشهاده هي الاساس الاساس لاني انا استمر لاني اتوظف لاني استمر واثبت وجودي انا من بدون شهاده ما بقدر يعني قد يكون انا دائما بحكي الانسان ما عنده اعاقه ممكن يروح ينزل يشتغل في العمل في مجالات اوسع ولكن الاشخاص ذوي الاعاقه الشهاده هي السلاح لهم وهي النور وهي الشمعه التي تضيء لهم درب الظلام الدامس اليوم لما نتحدث عن موضوع مهم وانت قلت لي اذكر الجمله كما هي موائمه بيئه العمل نعم. وما ان زملاء في مؤسسه واحده حدثني قديش صنع فرق العمل في حياتك ومؤسستك قديش قدمت لك يعني تسهيلات تناسب يعني مصطفى وخلته يصنع التحدي بتميز نعم طبعا انا بعمل بالاذاعه صوت فلسطين منذ عام 2011 بعمل انا معد ومقدم منفذ ما منتج يعني بقوم بمونتاج البرامج الاذاعيه وكمان كمان اتوج اخيرا في مراقبه البث الاذاعي في صوت فلسطين. هذا الشيء طبعا بالنسبه لي مراقبه العمل زي ما هي امامكم الطابعه اللي امامكم، هذه طابعه بريل معروفه لاي كفيف. هذه الطابعه هي اساس لان انا البرامج الاذاعيه لازم أن اطبعها بنظام بريل حتى اني اقدر اقدمها على الهواء مباشره. هلا كادوات الحمد لله رب العالمين بجهود اخونا الوزير احمد عساف يعني منذ تسلمه لهيئه الاذاعه والتلفزيون وفر لي هذه الطابعه طبعا من اجل اني انا استطيع أن اعد البرامج بشكل ميسر وكل يعني سهوله، اضافه الى ذلك الاهم من هيك انه تشجيع الزملاء في العمل هو مهم جدا، يعني انا بصراحه كثير زملائي في الاذاعه سواء صوت فلسطين في جنين او في رام الله طبعا كثير بشجعوني في العمل، كيف؟ انه انا بصراحه ما حسيت للحظه اني انا مختلف عن الاخرين رسالتك اليوم شو بتحكي لنا لاقرانك وايضا لكل الاشخاص في في الحياه من خلال تميزك وابداعك رسالتي للاشخاص ذوي الاعاقه انه لازم يخرجوا ويبدعوا ويتميزوا ومش لازم يضلوا يعني مكانهم لانه الشخص ذوي الاعاقه ما يستنى الفرصه تيجي لازم هو يسعى امام هذه وعند هذه الفرصه يعني إحنا دائما بنحكي انه الاعاقه هي امل وليست الم، فيجب على الاشخاص ذوي الاعاقه ان ينطلقوا ويبدعوا ويبقوا مصممين على اضاءه هذه الشمعه والابداع والتميز في حياتهم. اليوم الاختلاف بالتحدي نعم مش بشو الانسان فاقد. صحيح. اوصف لنا هي الحاله لنا وكمان المشاهدين يعني يجب, يجب, يجب ان نتحدى كل الصعوبات والظروف من اجل ان نصل. التحدي عند ذوي الاعاقه يكون مضاعف بالتاكيد انت ممكن يكون عندك زي ما تفضلتي اعاقه معينه مشكله معينه ولكن احنا بتكون عندنا الاعاقه مضاعفه التحدي عفوا مضاعف لانه احنا خلاص امامنا هدف بدنا نحققه بدنا نوصله <applause> اليوم لما نتحدث او نرجع شوي لفكره الدراسه وفكره العمل وهذا التحدي الكبير في حياتك قديش بتشوف انه المحيط كمان ساعد في انك توصل من من الجامعه من المدرسه واليوم كمان تاكيد يعني كان في تشجيع كبير رغم كان في تحديات صعوبات في المدرسه مثلا في الجامعه يعني افتقار اللي هي المناهج التعليميه بنظام بريل ولكن كما انا كنت اتحدى كنت اخذ جهاز التسجيل مثلا معي على الجامعه الدكتور كان يسمح لي افوت مثلا الطابعه معي اطبع عليها رغم صوتها المرتفع بالمدرسه المعلمين الطلاب لما كنت اتنقل ما بين المدرسه والبيت يعني, يعني كانت, كانت المدرسة البنيه التحتيه يعني كان اكيد افتقار الشوارع والبنيه التحتيه الموائمة كان كتير صعب بالذات انه كمان احنا درسنا في ظل كمان انتفاضه واحنا في ظل احتلال، تنقلاتنا عبر الحواجز الاسرائيليه كمان، ولكن بالاخر احنا كنا نوصل لهدفنا وبدعم وكما اشرت تشجيع المجتمع النا كان هو كثير كبير، في المدرسه، في الجامعه، في العمل كمان، يعني الزملاء كثير كما اشرت طاقم العمل في الاذاعه، انا باجي عند المهندس انا بالموائمه وجدت وسيله تواصل، يعني انا مهندس الصوت عندي في بالاذاعه على سبيل المثال اتواصل معه في طريقه معينه. في اشارات معينه نستخدمها احنا في التواصل مع بعضنا البعض والحمد لله بتطلع الحلقه متميزه وبتطلع الحلقه رغم انها مسجله في كثير من الاحيان لا تحتاج الى المونتاج اطلاقا الله يعني اليوم لما تحدث عن حدثنا عن برنامجك وانت قلت لي انه البرنامج كمان بتحدث عن الاشخاص اللي تحدوا وكان لهم بصمه مميزه في يعني حياتهم نعم عندي انا كبرنامجين حاليا في اذاعه برنامج قضايا عماليه بيحكي عن العمال الفلسطينيين في سوق العمل المحلي وسوق العمل الاسود الاسرائيلي او في الداخل المحتل طبعا وبرنامجي بصمه امل يتحدث عن ذوي الاعاقه والمؤسسات العامله في هذا المجال انا طبعا البرنامج له تقريبا من 15 11 هذا التاريخ لن انساه 15 11 2011 الله انطلقت الاول حلقه الاولى كانت في 3 12 2011 في مناسبه اليوم العالمي للاعاقه اطلقنا البرنامج طبعا انا بالبرنامج بتحدث عن المؤسسات العامه لمجال الاعاقه بفلسطين فلسطين عندما اتحدث عن فلسطين اتحدث عن غزه والضفه لانه احنا وطن واحد كما تعلمين واتحدث عن الاشخاص ذوي الاعاقه في قصة نجاح وإبداع في كل حلقة، وما أجمل أن يستمع ذوي الإعاقة لنفسهم على الهواء مباشرة، كثير ساعدنا وحلينا مشاكل كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في التوظيف، في العلاج، في كثير قضايا، وكان صوت فلسطين هو صوتهم ورسالتهم اللي وصلت للمسؤولين واللي كثير حلت قضايا، وخرجنا كمان لتسجيل حلقات في خارج الوطن، في المغرب، في تونس، ذهبنا إلى دول عربية وتحدثنا هناك عن واقع الاشخاص ذوي الاعاقه، فانا لحظه واحده لن اشعر انه والله ايه انا شخص ما بشوف مش لازم احمل المايك، مش لازم اني انزل على الميدان لا، وحتى المدير يقول لي ليش تغلب مثلا مرات حالك انت على التليفون اقول له لا، انا بدي انزل على الميدان، بدي احمل ميكروفون صوت فلسطين. اليوم شو طموحاتك لنفسك؟ انا طبعا بحب اضيف انه انا بكرس التكنولوجيا في استخدام في العمل، يعني انا على الفيسبوك عندي حساب، عندي جروبين على الواتساب للاخبار طموحي كما اشرت ان شاء الله اوصل لبرنامج تلفزيوني يحمل ويوصل رساله الاشخاص ذوي الاعاقه، والطموح طبعا أن اتطور اكثر واكثر يعني في حياتي العمليه واني اكون ان شاء الله نموذج للاشخاص ذوي الاعاقه بحيث انهم يستمروا في عطائهم اللامحدود في المجتمع الفلسطيني، لانه فعلا كل واحد فينا عنده رساله، كل واحد فينا عنده هدف، كل واحد فينا عنده طموح، ودائما باكد انه يجب علينا ان نبدع برغم من كل المعوقات يجب علينا أن نتحدى لكي نصنع المستحيل مصطفى ما تتخيل قديش احنا كلنا ممكن نكون اشخاص عاديين لا. لكن انت اب خارق واكيد هم عم يعني بيطلع عليك بنظره مختلفه لا. اكيد يعني بصراحه كثير شعور صعب انه انا بحكي بجزء ما بس بصدق يعني لحظه يعني شيء كثير انسان يحس انه ربنا بنعوضه كمان في انه يكون عنده ابناء هم يعني في الدنيا و ويتواصل في مجتمعه ويبدع ويوصل رسالته يعني هاي كثير بصراحه شعور لا ارادي انا بحكي فعلا من مشاعر وكمان لما يتوج انه انت تلاقي المجتمع كله واقف معك ومساندك في العمل في الابداع هذا كله يكون منيح انا حبيت احكي في نهايه اللقاء انه انا المعاق لا اشكو من البصري اشكو من الناس ومن قله النظر لا اشكو من الجلوس على كرسي متحرك ولا من صعوبه في النطق ونمو المتاخر بل اشكو من الذي هو اليوم يظنني كصفحه بيضاء خاليه من الشعر كدمى صماء لا تدري بما يجري كجدار اسود كم مضى عليه من العمر يا سامعا صوتي اخرجني من صمتي اصعد بي الى اعلى من القمر لاصرخ من هناك هذا انا انا المعاق انا الذي اذا ما صرخت انفجر صدري شكرا كثير لك مصطفى شكرا لانك شاركتنا بمشاعرك و بنقاط الخوف والتميز والابداع في هذه الحلقه شكرا لك ودائما نؤكد على شعارنا بان الاعاقه لا تلغي الطاقه والاعاقه هي حافز وليست حاجز مشاهدينا لربما نحن ممن يطلق عليهم اصحاء إن صح القول، نرى بأعيننا هذا العالم، نضع لنفسنا حواجز ومعيقات في كل يوم، ونسوف كل إنجاز، لكن لم نصل إلى النقطة التي وصل إليها مصطفى وأقرانه في الوطن العربي في كل يوم، وتذكروا دوما أن لكل منا إعاقته الخاصة منظورة كانت أو غير منظورة ما يفرق عنا وعنهم انهم كانت لهم معجزات خاصه بعملهم الشاق